عليكم ورحمة الله. راح نبدأ يا أخوتي نرسم منظر طبيعي، إن شاء الله يكون سهل وبسيط. راح نستخدم في هاي الرسمة ورق طباعة وأي قلم خط تقدر تستخدمه، أو كانك تستخدمه يا أخوتي قلم رصاص علشان تبدأوا تخططوا بهاي الطريقة. يعني الأمر إن شاء الله سهل وبسيط، لازم يكون البعيد صغير والقريب يكون حجمه أكبر، وحاولوا تركزوا على الخطوط المائلة والخطوط العمودية. راح تكون عندنا خطوط عرضية بشكل مستقيم زي ما أمامكم، وخطوط راح تكون مائلة. فإذا أنت حاب تتعلم الرسم كانك تابعني على هاي القناة وتتابعوني على هاي القناة يا أخوتي، وتعمل اشتراك علشان ندعم القناة ونستمر في تعليم الرسم. كمان بإمكانكم تفعلوا زر التنبيه علشان يوصلكم إشعارات المقاطع اللي حملها. تابعوا الرسم من البداية للنهاية، إن شاء الله نتنال إعجابكم. رسومات سهلة وبسيطة وغير معقدة، فيعني الأمر إن شاء الله سهل بإذن الله تعالى. ملاحظين هاي الخطوط اللي أمامكم خطوط عمودية راح تكون بشكل مستقيم، وهاي الخطوط كمان عرضية ملاحظين كمان بشكل مستقيم. كمان راح نبدأ نعمل خطوط عرضية ملاحظين يا أحباب بعكس بعض، يعني الاتجاه اليمين غير اتجاه اليسار راح يكون بعكس بعض الخطوط. وبالنسبة للجبال أو الجبل البعيد ملاحظين راح نبدأ نقسم الجبل إلى قسمين، راح يكون قسم فاتح وقسم كمان غامق. وراح نستخدم في هاي الرسمة كمان يا أحباب قلم تظليل علشان نبدأ نظلل فيه، وإمكانك تظلل بقلم رصاص علشان تظهر الرسمة معك بشكل صحيح. فإذا أنت مهتم بالرسم كانك ترسم هاي الرسومات. لو كانت الرسمة البداية مختلفة، إذا رسمت إن شاء الله مع الوقت راح تتمرن وتصير الأمر يكون الأمر سهل عليك إن شاء الله. لاحظين يا أحباب راح نبدأ كمان إحنا يعني نعلم بقلم أسود علشان تظهر الرسمة معانا أكثر بهاي الطريقة. يعني راح أقلام، هاي أقلام سبورة، أنت تقدر تستخدم أقلام سبورة إذا مو متوفر عندك الأقلام. فتابعوا الرسم إن شاء الله بتستفيدوا. فكان معكم أخوكم نديم يتعلم الرسم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.
Thank you.